بينما الاستجابة المناعية الثانوية هي استجابة الجهاز المناعي لنفس الكائن الممرض الذي سبق الإصابة به. واثنين، خلايا الذاكرة هي المسؤولة عن الاستجابة المناعية الثانوية لأنها تختزن معلومات عن الأنتيجينات التي حاربها الجهاز المناعي التي حاربها الجهاز المناعي في الماضي. فاستجابة فتكون نمرة ثلاثة استجابة سريعة جدا، لأن غالبا ما يتم تدمير الكائن الممرض قبل أن تظهر الأعراض بتاعة المرض. نمرة أربعة، لا يصاحبها ظهور أعراض المرض لأنه يتم تدمير الكائن بسرعة. نمرة خمسة، تنشط خلالها خلايا الذاكرة التي سبق تكوينها في الاستجابة المناعية الأولية. عندنا الاستجابة المناعية الأولية والاستجابة المناعية الثانوية، يعني المناعة الأولية والمناعة الثانوية. هنتكلم عنهم، هنقول إيه؟ في استجابة الجهاز المناعي لكائن ممرض جديد، اللي هي المناعة الأولية، هي استجابة الجهاز المناعي لكائن ممرض جديد، نمرة واحد. نمرة اتنين، الخلايا الليمفاوية البائية والتائية هي المسؤولة عن الاستجابة المناعية الأولية، حيث تستجيب لأنتيجينات الكائن الممرض وتهاجمها حتى تقضي عليها. نمرة ثلاثة، هي استجابة بطيئة لأنها تستغرق وقتا ما بين 5 إلى 10 أيام للوصول إلى أقصى إنتاجية من الخلايا الليمفاوية البائية والتائية، والتي تكون في حاجة إلى الوقت كي تتضاعف. نمرة أربعة، يصاحبها ظهور أعراض المرض لأن العدوى تصبح واسعة الانتشار في الجسم. نمرة خمسة، يتكون خلالها خلايا الذاكرة البائية والتائية وتبقى كامنة في الجسم. آخر المقارنات هي التخلص من السموم في النبات والتخلص من السموم في الإنسان. ففي النبات، يفرز النبات بروتينات مضادة للكائنات الدقيقة تتفاعل مع السموم التي تفرزها الكائنات الممرضة وتحولها إلى مركبات غير سامة للنبات، مثل إنزيمات نزع السمية التي تتفاعل مع السموم وتبطل سميتها. بينما في الإنسان تنقسم الخلايا البائية المنشطة وتتضاعف لتتميز إلى خلايا بائية بلازمية تنتج كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي تدور عبر الأوعية الليمفاوية ومجرى الدم، فتقوم بالارتباط بالسموم مكونة مركبات من الأجسام المضادة والسموم. تقوم هذه المركبات المتكونة من ارتباط الأجسام المضادة بالسموم بتنشيط المتممات، فتتفاعل مع السموم تفاعلا متسلسلا يؤدي إلى إبطال مفعولها، كما يساعد على التهامها من قبل الخلايا البلعمية. ده كل المقارنات والنبذات.